بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الأعزاء، نتمنى تلقاكم إن شاء الله، هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبأحسن الظروف إن شاء الله. فالظروف اللي تنعيش فيها ديال الحظر الصحي، تنتمنى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله تتجاوز هذه المحنة هذه إن شاء الله، ونخرجوا بخير وعلى خير وبسلام، ترجع المياه لمجاريها يا ربي. وبالنسبة للبنات اللي بغا يتعلموا ان شاء الله، مرحبا بهم، ينضموا للقناة ان شاء الله، يتبعوا معنا الدروس ان شاء الله. بغينا نبداو نديرو رشيمات وتطبيقات ان شاء الله في هادشي ديال الطرز والتنبات، وتنتمنى ان شاء الله تتبعونا وتساهموا معنا ان شاء الله. وهاد الرشيمة غادي نشاركها معكم، وكاين رشيمات اخرين موديلات اخرين غادي نوريهم لكم ان شاء الله في اخر الفيديو، يتبعوا معنا ان شاء الله. وبغيت نوجه واحد الكلمه للبنات اللي جالسين في الدار ما تيديروا حتى شي حاجه، يتعلموا شي صنيعه اللي يستافدوا منها ويفيدوا لي يعاونوا بها راسهم، ما يبقاوش قاعدين. تبارك الله دابا كل شيء موجود وكل شيء متاح، كل شيء قريب بالنسبه للجمعيات، الجمعيات ديال المخزن ولا الجمعيات نوادي المخزن، الحمد لله دابا بثمن مناسب رمزي، كاينه 30 درهم، كاينه 50 درهم، انسان يمكن يتقيد ويتعلم الصنعه اللي عجباتو. وكاين نوادي الفلوس، تاهما جمعيات الفلوس، وهي اللي ما بغاش يتعلم. الحمد لله دابا كل شيء موجود وكل شيء متاح. ما ديك الساعه فاش تعلمنا حنا، راه كانت المعمل تضربي واحد المسافه باش تمشي للمعمل وباش توصلي للبلاصه اللي بغيتي تتعلمي فيها. والحمد لله درنا صنيعه وتعلمنا واستفدنا منها وعاوننا بها راسنا. تنتمنى البنات يتعلموا صنعه، ما يبقاوش قاعدين، ولا العيالات ما تقوليش راه كبرت ولا راه صافي ما بقاش غادي تدخل لي الصنعه راسي ولا لا. السن ماشي مشكل، الانسان يتعلم صنعه ويعاون بها راسو ويعاون بها وليداتو. الوقت والزمان هذا الانسان ما يبقاش تاكلي على واحد المساله غير على الراجل، وهادشي كلشي من الراجل. انا تيعيا اللي يشد، يعيا اللي يعطي وما يعياش اللي يشد، هذه هي مساله باينه. كل شيء يكون عارف هذه المسائل هذو. والمهم البنات اللي هي جالسين في الدار يجيو يتعلموا ويشوفوا دروس ديال الطرز ديال العلم ان شاء الله، ويتبعوا معنا. راه كل شيء ان شاء الله غادي نديروه معكم من الاول حتى الاخر. اللي بغى شي رشيمه ولا اللي بغى شي تطبيق ديال شي حاجه يقولها لنا ان شاء الله، نتبعوا معكم من الاول حتى الاخر. اللي بغى شي حاجه، ايوا هاد الرشيمه هادي جليليبه خدمناها باللوينات، فيها هكا الباندا كشتو جايه في الصدر، ومعها واحد الشبيكه في الخريشي، فيه شبيكه بغات تكون تحت منها. دابا نبداو تشوفوها، وبغيت داروا في دوك الوريضات بغيت تحطوا واحد السيبورات ديال الحجر، باقي بغيت تحطوا السيبورات ديال الحجر في دوك الوريضات كلهم، تما بيكونوا ان شاء الله كل حجيره بتكون كل وريضه وبتكون وسط منها الحجيره في لونها، بحال دابا دوك البيستاش بيكون فيهم حجره في البيستاش، والغوز بتحط فيهم حجره في الغوز، ودوك الخريشيفيين تما بتحط فيهم حجره في الخريشيفي. وراه مع ديك الشبيكه ديالو غادي نوريها لكم دابا، وبدار في الكمامه هاد الشبيكه، بدار في الكمام دوك التشينيفات اللي كاينين في الشبيكه، بدار معاهم تحت الكمام ديالها ان شاء الله. بتلبسها مولاتها بالصحه والعافيه، غادي تخيطها تحت منها الشبيكه، بتجي تحت من الكمام. هاد التشينيفات هما اللي يجيو باينين من تحت لكم، وانت نتمنى تعجبكم هاد الطريزه ان شاء الله تطبقوها. واللي بغى رشيمه يقولها ليا في الكومنتات ان شاء الله ونعطيها رشيمه. ندوزو لرشيمه اخرى، حتى هي جليليبه في المو في سميتو في البيج، ومخدومه بالبرونز. فيها رشيمه في الكتاف، رشيمه في الكتاف، وكاينه معها الجلابه ديالها، تاهي فيها نص طوق، فيها نص طوق في نزله، تاهي نص طوق ودايره على الكول. درنا لها رشيمة هكاك في الكول في الكتاف،
باش تبان لكم الرشيمه، تنصيبها لكم باش تبان لكم الرشيمه. نتمنى تعجبكم حتى هي وتخرجوا ان شاء الله تخدموها. اللي بغاها اللي بغاها رشيمه يقولها ليا ونحطها لكم ان شاء الله في شي فيديو اخر، نحط لكم الرشيمات ديال هاد الموديلات كلهم. اللي بغى شي موديل ان شاء الله مرحبا. هاد الطوق ديالها حتى هو درناه في جايه نازله سليته، وراه باقي بغيت تحطها هي فيها حجيرات. هادي تاهي بغيت تحطو فيها الحجيرات ويكونو جايين نص الطوق، جايين في دوك الاسباس اللي كاين تيبان لك خاوي، دوك القنيتات اللي تيبانو خاويين تا هما بيكونو فيهم الحجيرات ان شاء الله. هادي تقدر دير فيهم الحجيرات في البوردو بيجيو زوينين، او لا في البرونز نيت البوردو تيتواتا مع هاد البيج تيجي زوين. وتنتمنى تعجبكم ان شاء الله. اللي بغا رشيمة مرحبا. دابا ندوزو للرشيمة الأخرى، هذا الزرق، الزرق ملكي بلوروا، في هاد الخلالة مخدومة على شكل تونسية، دوك الشكيلات الهندسية، دوك المربعات ديال شكل الهندسة خطيطات، و هادي بحال الشكل ديال الخلالة. فيها الخدمة بتون دوك الكروة تاع التونسية. هذا تاهو قفيطين في الغوز، غوز انديان مخدوم تاهو بالبرونز، وباقي بغيت دار لي تما حجيرات مخدوم تاهو كنص طوق، وكاع دوك الخويات اللي باقيين تيبانو كلهم بغيت دار فيهم الحجر. بغيت نبت بالحجر وبالزمرد ان شاء الله ملي يتنبت عاد يبان شكل اخر ويعطي منظر اخر. دوك الحجيرات بغيت تحطو تما، وانت نتمنى يعجبكم تا هو، ومع المضمة ديالو مضمة فيها سليتة رقيقة مضمة تاهي غادي تنبت. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم تا هو الرشيمة ديالو اللي بغاها نحطها لكم مرحبا. راه تنجبد الخدمة من الشبكة، يسمحوا لي تنتعطل حاطة حدايا الشبكة الخدمة تنجبد منها. ايوا تنتمنى يعجبكم هاد الرشيمات وتطبقوهم وتتبعونا ان شاء الله، وديرونا على لايك وتشجعونا. وهذه جليلة فتاية في البيج مخدومة بالمارو مغلوق، انا باقي كاع مصلوحة، فيها الخديمة في الكميمات الكمام، راس الكم مخدوم بالسلتة، والسلتة جاية في الطوق، حتى الطوق تا هو فيه سليته هابطه، هي نص الطوق تا هو من عند الفتحات القب ونازله نص سليته تقريبا شي كدا 40 سنتيم باش نازله. هاهي الجليليبه ان شاء الله تلبسها مولاتها تاهي بالصحه والسلامه. نتمنى تعجبكم الشكيه ان شاء الله ويعجبكم وديرو بحال هاد الرشيمه ان شاء الله تخدموها. هادو الكميمات بجوجهم فيهم طريزه، وكاين معاها المسلين مولاتها بدير معاها واحد قميص بديرو في المسلين تحت من النار ديال الكريب، كريب طن كريب ماشي المسلين، بديرو تحت منها في المارو غادي يجي ان شاء الله زوين تحت منها، خصوصا الا درت لها الراندا بتجي زوينه بتوتا معاها الراندا هي اللون باللون بتجيها زوينة. حتى شي ضفيرة هكا شي ضفيرة بالمرة بتجيها زوينة، هي ضفيرة رقيقة. وان شاء الله تعجبكم هاد الرشيمات هي وتخدموها ان شاء الله. اللي بغا رشيمات يقولو مني نحطهم ليه، اللي عجباتو شي رشيمة يقولو مني نحطها ليه، مرحبا بكم.